بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثاني الإعدادي، معكم شيرين جابر. النهاردة يا ولاد هنراجع على الدروس اللي هيجيلنا عليها الاختبار الإلكتروني. زي ما احنا عارفين المدرسة بتنزل على الصفحة عندها اختبار إلكتروني علشان تقيس انت قدراتك ومدى استيعابك للمعلومات اللي انت ذاكرتها. فالنهاردة هنمسك أول درس معايا، كبرياء طفل. بتقولي القطعة: ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدثا عجيبا دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ. كان من نظام الحفل أن يتقدم الناجحون للمثول بين يدي الخديوي واحدا فواحد. اختر مما بين القوسين مرادف المثول. المثول يعني الوقوف، مضاد تنطوي. تنطوي يعني تظهر. كيف كرمت المدرسة الناجحين؟ هنقول كرمت المدرسة حيث أقامت حفلا فخما لتوزيع الشهادات على الناجحين. كيف أعادت المدرسة الطلاب لمقابلة الخديوي؟ ده السؤال رقم جيم. هنقول كان من نظام الحفل أن يتقدم الطلبة الناجحون المثول بين يدي الخديوي واحدا فواحد، ولقنوا بالعبارات المناسبة. إنه في حالة ذكر اسم الطالب أو اسم أبيه يجب أن يكون مسبوقا بكلمة عبدك. طيب في الآخر خالص بنقول ما الصفات التي نتعلمها من مصطفى كامل في هذا الموقف؟ هنقول تعال نتعلم منه الشجاعة، العزة، الجراءة في النطق بالحق. هنخش بقى بعد كده على نص نصائح غالية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أكمل ما يأتي. المقصود من مثقال، طبعا مقصود من مثقال مقدار أو وزن. جمع كلمة خردل، جمع كلمة خردل خرادل. مفرد السماوات، طبعا كلمة السماء. السؤال رقم ب بيقول: الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل أعمالنا. وضح من خلال فهمك للآية السابقة. هنقول نعم، فالله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل أعمالنا، فهو يعلم كل شيء عن أعمالنا مهما كان صغيرا ويحاسبنا عليها، وهو لطيف بعباده خبير بكل أعمالنا مهما كانت. السؤال رقم ج بيقول لي: ما علاقة يأتي بها الله بما قبلها؟ طبعا إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، إيه اللي يحصل؟ يأتي بها الله، يبقى علاقتها نتيجة. طب لماذا عبر بالفعل الأمر أقم؟ طبعا أقم للتأكيد على أن الإنسان يجب عليه أن يقيم الصلاة في وقته، يبقى للتأكيد على إقامة الصلاة في وقته. اكتب ما يدل على النهي عن الاغتيال والتكبر وعدم الرفع في الصوت. ده بيبقى سؤال تسميع يا ولد، يعني نكتب من النص اللي احنا حفظناه بالمعنى اللي هو جايبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصعروا خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. طيب نخش بقى على قطعة النحو. قطعة النحو بتقول لي: دخل الوالد علينا والابتسامة تملأ وجهه، قال: أيها الأبناء، هذا صندوق هدية ثمينة يفوز بها من يحصد الدرجات النهائية في المواد كلها، فراجعوا دروسكم جيدا. حطت لي خط تحت الوالد ويفوز والمواد، وبيقول لي اعرب ما تحته خط. الوالد، أنا لازم أجيب زي ما احنا اتفقنا بداية الجملة. أنا بداية الجملة عندي دخل، يبقى دي جملة فعلية. طيب مين اللي دخل؟ هلاقي اللي دخل هو الوالد، يبقى الوالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب يفوز بها من يحصد درجات، يفوز زي ما احنا عارفين ان ده يا جماعة اسم مش فعل. طب فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ لا، فعل مضارع. طيب فعل مضارع فيه قبلي حاجة تنصب أو حاجة تجزم؟ لا، يبقى هعربه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. يحصد الدرجات النهائية في المواد كلها، كلمة المواد. طب بص على الكلمة اللي قبلها، قبلها ايه؟ الاقي حرف الجر فيه، يبقى إذن المواد اسم مجرور وعلامة جره الكسر. يبقى احنا يا ولاد لما بنيجي نمسك الكلمة اللي بنعربها بنشوف أقرب بداية الجملة ايه، يعني بداية الجملة اللي فيها الكلمة دي ايه. انت جملة فعلية، هبدأ بقى اشتغل انا فعل وفاعل ومفعول وهكذا، ولا جملة اسمية هشتغل على الخبر المبتدأ والخبر وهبتدي كده. هو ده بايه بيريحني شوية، ولما باجي بعرب. طيب بقيت الأسئلة النحو بيقول لي: استخرج من القطعة ما يلي. استخرج لي توكيد. طبعا احنا عارفين التوكيد، انا درست توكيد معنوي وتوكيد لفظي. طبعا انا كل طلب بيطلب مني ببدأ اقرأ القطعة من اولها لاخرها تاني، لان انا لازم افهم معنى القطعة كويس يا ولاد. انا في ولاد بتقرا القطعه ولا فاهمين منها اي حاجه، وبيطلعوا بعد الاختبار وبيقولوا لي احنا مش فاهمين القطعه بتتكلم على ايه. انت كده مش هتقدر توصل لاي حاجه، لازم افهم القطعه كويس. طيب انا هدور على توكيد لفظي
تكرار لفظ او كلمه متكرره لفظيا، او هدور على توكيد معنوي. واحنا اخدنا التوكيد المعنوي بيبقى ليه الفاظ المعينه اللي هي كلا كلتا كل جميع ونفس اعين. لقيت فين؟ لقيت والله كلمه كلها، المواد كلها فيها ضمير، فيها ضمير، يبقى هي دي التوكيد طبعا وتوكيد معنوي. طيب طلع لي نعت. انا عندي النعت ليه انواع، يا نعت مفرد يا جمله يا شبه جمله، وهبتدي ادور واحد واحد يعني على كلمه كلمه، هبص هلاقي عندي كلمه هديه سمينه، يبقى انا عندي كلمه سمينه ودي نعت الكلمه هديه. طيب بيقول لي اضبط اخرها، يعني اضبط اخرها يعني حط لي التشكيل على اخرها. طيب هديه لازم عشان احط على سمينه النعت لازم اشوف هديه تتعرب ايه. هذا الصندوق هديه، يبقى هديه هنا خبر مرفوع بالضمه، يبقى سمينه نعت مرفوع بالضمه. طيب عايزه اسم مبني، هدور على الاسماء المبنيه. احنا اخدنا الاسماء المبنيه كتير، اللي هو الضمير واسم الاشاره والاسم الموصول واسم الشرط والاسم الاستفهام وبعض الظروف. لقيت ايه من دول موجود عندي؟ لقيت هذا اسم اشاره، او هدور طبعا اللي بيبقى موجود كتير اي ضمير متصل معايا. عندي علينا ناء اهي، عندي وجهه اهو الهاء، ايها الهاء، كل دي ضمائر متصله. خلاص يبقى هطلع اي واحد منهم وهقول ده ضمير متصل وده اسم مبني، او هذا اسم اشاره اسم برضو مبني. الاستخراج اللي بعديه بيقول لي طلع لي حال وبين نوع، او حدد نوع. طيب الحال احنا عارفين ان الحال ده بيجي لازم يكون في جمله فعليه. طيب اول جمله عندي بتقول ايه؟ دخل الوالد علينا والابتسامه تملا وجهه. ايه الابتسامه تملا وجهه دي؟ ده حال الوالد وهو لحظه دخوله او لحظه وقوع الفعل، يبقى والابتسامه تملا وجهه هي دي الحال عندي وحال جمله اسميه. طبعا اللي عارفين الرابط بتاعي اللي هي حرف الواو. عايزه فعل مبني، بيقول لي استخرجي لي فعل مبني. طيب انا هستخرج فعل مبني ازاي؟ انا عارف ان الفعل المبني هو الفعل الماضي او الفعل الامر او الفعل المضارع اذا اتصل به نون النسوه او نون التوكيد. يبقى لما يقول لي فعل مبني ابقى انا عيني على الفعل الماضي او الفعل الامر او الفعل المضارع لو اتصل به نون النسوه ونون التوكيد. يبقى انا عندي دخل فعل ماضي، عندي قال فعل ماضي، عندي راجع فعل امر. طيب كده يا ولادي يبقى احنا انتهينا من مراجعتنا النهارده. شكرا على حسن المتابعه والاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.